هذا آخر شهر أني هنا بهاي المدينة. الأشياء اللي راح أفتقدها أول شغلة غروب الشمس، شايفين الستوريات اللي ما متابعني على الانستغرام، هذا حساب الانستغرام. والشغلة الثانية الباركينج مال السيارة، الجراج مال السيارة. شوف السيارة هنا نصي قدام البيت، هنا أقدر أخلي سيارة، هنا أقدر أخلي سيارة، هناك سيارة اللي ورا، يعني بكل هاي المنطقة أقدر أخلي سيارة. أما البيت الجديد لازم بالجراج، سيارتين عندي لازم يكونون بالجراج. أما الحديقة لا، أكيد ما راح أشتاق لها، لأنه شوفوا هاي الواجهة مال البيت يعني تعبانة كلش، يعني حتى ما أنطيها مي بسبب هذا الفار اللي يحفر هنا. شوفون هاي الظروف هاي كليتها. فحاليا الساعة بالعشرة، خلي أروح للجيم. هذا أفضل وقت أجيبي للجيم الصبح، أما إذا أجي العصر ما راح أقدر أحصل مكان بالنادي جوا. شلونك؟ هلو حبيبي، شلونك؟ حلو الكاميرا، حلو الكاميرا. اليوم التصوير بالكاميرا مو بالتليفون، دائما من اجل الجيم او بالفيديوهات القديمه كنت اصور بالتليفون، بس الكاميرا اوضح بهوايه. كاميرا بيتر ذان فون. Yeah, you like it? I like it. I mean, I don't know. I've never quality. Had that kind of camera to record with. I have only picture camera. Yeah, عندي خوش كاميرا، كاميرا كلش حلوه. Yeah, you know my camera, right? Yeah, it's a Sony A64 with the G Master. Yeah. But it's more like for pictures. هو هم يوتيوبر، هم عنده قناة على اليوتيوب. Yeah. One day you can start your channel, right? Yeah. I do have it, but I've never in there. Like I've never posted anything. Yeah. Yeah, we'll start it soon. So. Okay. Stay tuned. وهيك خلصت من التمرين. طبعا اليوم ما سويت كارديو، يعني الدرج أو جهاز المشي، لأنه خابرني صديق الحلاق وقال لي تعال. فلازم هسه اروح للبيت اخذ بوبو وبعدين وراها اروح للحلاق نروح نزين. ويا اهلا بوبو، مشتاقين لك احنا. يلا خلينا نروح نزين. هذا الشارع اسمه المين ستريت، يعني كليته محلات ومطاعم. يعتبر هذا الداون تاون مال وسط مدينه الكاهون اللي انا ساكن بيها، والحلاق ماتي هو اللي قدام. يعني ما بركت انا هنا، قلت ما راح القي مكان، لانه اليوم اكو شو مال سيارات موديلات قديمة، يبدي الساعة بثلاثة لحد الساعة بثمانية. وعاشت ايده للحلاق على هاي الحلاقة الحلوة. اهم شي نسوي له طبرة. سوي له طبرة؟ سويت له. اي هاي اهم شي. بس نخلي لك كلاب همين. خلي لك كلاب بوبو. تصبغ شعرك بوبو اصفر؟ اي. الله بوبو، شوف خلوا له لون. طبعا هذا الصبغ يروح، يعني مو ثابت، يعني من يصبح يروح، بس حلوة الحلاقة. ها بوبو. شنو شعورك وانت زينت؟ شعر؟ اي مو هو ما يخلي شعر، شوف بس اكو شعر شوي هنا، هسه راح نصبح. وهاي الحلاقة الرهيبة مالتي ومال بوبو، ها بوبو؟ شنو؟ طلعنا حلوين مو؟ اي. تعال يمي تعال، بعد اني ما اشوفك من هنا 8 دايز. باي. 8 ايام بعد ما اشوف بوبو الوداع، 7 ايام بس يعني من اليوم، يعني راح يعتبر 8 ايام. بس اشوفك انا، اتصل عليك يعني يوميا. باي بابا. انا دائما اطلع الصبح للشغل، بس اليوم بسبب انه حلاقه وباكر عندي سفر فما طلعت. حتى الاسبوع الفات انا ما مشتغل هوايه اوبر او ليفت، بس اليوم اكو بونص كلش حلو خلال هذا الاسبوع لازم اخلصه، يعني ينتهي مثل ما تشوفون قدامكم يوم الجمعه الساعه بالخمسة الصبح، واللي هو سوي 12 رحله ونعطيك $170 جارنتي، يعني راح يضمنوا لك اياه انه انت راح تطلع $170. ما مشتغل هوايه يعني مثل ما تشوفون، يعني مسوي بس 9 رحلات، فباقي لي بس 3 رحلات. حاليا الساعه بالثنتين ونص. فاللي يريد يسجل على برنامج ليفت راح اخلي لكم اللينك، اذا تستخدمون اللينك راح يجيكم مبلغ $400 كسائق ليفت جديد. استخدموا اللينك لا تنسون، لانه حتى تحصلون البونص. فراح اطلع للشغل ونحاول اليوم نسوي هذني رحلات. Let's go. راح اطلع هونداي الانترا المقدسه، مفولها بنزين
واشوفكم داخل السيارة ونستقبل اول طلب. راح اسوي سكرين ريكورد للتليفون حتى تكونون وياي لحظة بلحظة. خلينا نسوي سكرين ريكورد. وهسه التليفون جاي يسجل الشاشة وخلي اروح اونلاين. جو اونلاين. حاليا اني اونلاين وخلي نشوف اذا راح يجينا طلب. جاني هذا اول طلب 5.86 سنت، يبعد عني 3.2 مايلز 10 مينتس، يعني شوية بعيد عليه. يعني من يكون 3 اميال لا، يعني انتظر لحد ما يجيك طلب اقل. يعني ليش؟ يعني بمنطقة يعني بها هواية طلبات، فممكن ننتظر يجينا غير طلب اقل. اوكي هذا حلو. يعني شوف هسه هذا يعني نص المسافة اللي اروح له، خلينا نقبله 7 دولارات و44 سنت. خلي اروح عليه، يبعد عليه 6 دقائق. وصلت لهذا المكان المفروض هسه هو راح يكون قدامي. طبعا يبين بالتطبيق مثل ما تشوفون هاي هذا العلامة اللي لونها اصفر، يعني هو هذا الشخص هنا، فاعتقد بهاي البناية اللي على اليسار. خلينا نشوف وينه. هاي هاي دون هاي يس 14 دقيقة Have a nice day. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. Thank you. Bye. وهذا أول طلب طبعاً، وأني جاي بالطريق لفت الحلو بالبرنامج، يعني إنه أنت وتمشي ويجيك طلب يعني مباشرة تضيفونه، ما يحتاج مثل أوبر إنه لازم تسوي له accept وتروح على التليفون، لا مباشرة. وهذا الطلب الثاني. افتح الباب. ارايف. هاي جود افترنون. هاو يو دوين؟ ثانك يو فيري ماتش ماي فريند. هير از جود. او ثانك يو سير. ثانك يو سو ماتش. هاف ا نايس داي. يو هذا الرجال انطانا 3 دولارات تب اكراميه. شكرا جزيلا. سو ذا دروب اوف. اوكي سند ات تو ليفت. هاي شركة لكزس انا اللي قدامي هسه حاليا. شوف لكم شركة لكزس. يصور كاميرا. هاي شركة لكزس. يعني قريبة علي، تبعد تقريبا دقيقتين او ثلاثة. هسه لازم نرجع نسوي يوتيرن. الجماعة اشتروا سيارة جديدة، مبروك. بعد لي رحلة وحدة واخلص ال 12 رحلة ويجيني 170 دولار. مشغل البرنامج جاني بس ماكو، ما اجاني طلب. خلينا نشوف اذا راح يجيني طلب. جاني هذا الطلب كلش حلو، يعني صح هو قليل 3 دولارات بس يعني كلش قريب علي، يعني كنت راح تكلفنا 10 دقائق او اقل من 10 دقائق. هسه لازم نسوي يوتيرن. هواية دا يشوفون الفيديوهات بس ما ينطون لايك، فلا تبخلون علينا باللايك والاشتراك اللي ما مشترك. نريد نوصل الى 500,000 خلال هاي السنة، فاضغط على لايك واضغط على زر الاشتراك. هاي هاو يو دوين؟ دوين جود ثانك يو. 3 دقائق. Very welcome. Appreciate Have a nice day. You too. Slide to rub off.
ايزي 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 خلصت 3 رحلات لانه قبلت طلبات تكون داخل المدينه يعني. وهي يعني ما جتني طلبات بعيده يعني انا بعد بنفس المدينه. مثل ما تشوفون قدامكم يعني 170 دولار خلصتها. وبعد اذا اكمل من 12 رحله الى 25 رحله راح تجيني همنا 85 دولار. وهذا التشالنج ما ينتهي. فاذا يعجبكم تستجونوا ببرنامج ليفت وتجيكم تقريبا اعتقد 800 دولار، اي 800 دولار كسائق جديد، سجل باللينك مال اوبر وليفت حتى يجيك هذا المبلغ. لهنا وصلنا الى نهايه الفيديو. طبعا انا اليوم ناوي ما اشتغل بس بدي اشوفكم هذا التحدي البسيط، فاكيد لا تنسون اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو ثاني. مع السلامه.